اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم التجميل وجراحاته المثيره المهمه. خلي بالكم انه تجميل الثدي او التعامل مع مشكله الثدي ده موضوع له اثر نفسي كبير جدا على الستات. الست اللي عندها مشكله هي بتحس انها فاقده جزء مهم جدا من انوثتها، ولذلك لازم يقدر احساس الست او البنت بالمشكله قدر كبير من التعاطف والتفاهم. حياتها بتقف. البنت لو جالها اي حاله مرضيه تانية ممكن تتوضع عنها، يعني مثلا لو البنت مثلا تعاني من ضعف النظر بتروح تعمل عدسات، بتبقى متضايقه بس بتروح تعمل عدسات لاصقه او بتعمل ليزك وتمام التمام. نفسيتها ممكن تكون بتضحك وحتى وهي لابسه نظاره مبسوطه وتمام التمام، مفيش اي مشكله خالص. لو البنت عندها مشكله وليكن ضغط دم منخفض بتعالج، بنعرف سببه، مشكله في البوليسيستيك اوفر بتتعالج، الا دي بتبقى فيها نوع من التكتم ونوع من التوتر، والاسره كلها متوتره والاسره كلها خايفه انها بنت صغيره. برضه الشابه اللي عندها 35 سنه خلفت مثلا مرتين او ثلاثه ووجدت انه بدا يتغير، برضه بيبقى في احباط شديد جدا عندها، وبتبقى المساله بقى على مستوى الزوجيه. جوزها بيحاول، يعني في رجاله كويسين بيقفوا جنب الست، وفي رجاله يعني محتاجين اعاده، يعني زي ما بيقولوا يعني نعيد صياغه الموضوع معاهم، نفهمهم الصح في التعامل مع النفسيه. ما ينفعش تقعد تضغط عليها نفسيا، لازم سبورت هير، لازم تقف جنبها. برضه ديت عندها مشكله. وغير في سيتويشن في حياه الست لازم نقف او نفهم التغيرات التي تحدث في الثدي طبقا للتغيرات الهرمونيه، وجراحه التجميل بتتدخل لتصليح هذا الامر بقوه وبإيجاد. واحده من العمليات المهمه جدا المفرحه جدا. النهارده لقاء هنشرح فيه هذه النقاط العديده وهنجاوب على اسئله كثيره جدا الاسره كلها في بعض الاحيان بتسالها، لانه زي ما بقول لكم لو بنت عندها ما فيش تكوين لغدة الثدي وبدأ حياتها وهي مثلا عندها 20 سنة ولا 21 سنة حسن بفقد الثقة، الأسرة كلها بتشارك في القرار. تعالوا نفهم هذا الكلام المهم جدا المثير في عالم جراحات تجميل ضيفتي العزيزة التي يعني ستبدع اليوم ومنورانا أكيد في استوديو الدكتور. النهاردة ضيفة عزيزة عليا الدكتورة ابتهال شوقي زهران، أخصائي جراحة التجميل والليزر، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل والجمعية الدولية لجراحات التجميل، والاسم المتميز للغاية في هذا المجال. أهلا بيك. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، الله يكرمك. أنا هبدأ بمقاييس جمال الثدي، أو نقدر نقول بشكل عشان نبقى مغربين من الحتة اللي احنا بنتكلم عليها، مقاييس تشريحية للثدي الحقيقي، يعني إن هو موجود، لأنه في برضه ممكن تجي لك عائلة أم وبنتها بيشتكوا وانت تطمنيهم، وفي عائله تانية ممكن يكونوا يعني مش بيشتكوا قوي وانت تقلقيهم تقول لهم لا لا الموضوع فعلا حاجه مش مظبوط. احكي لي بقى دكتور ايمن، مفاهيم ومقاييس الجمال الثدي عند السيدات والبنات بتختلف من مجتمع لمجتمع، بتختلف من شخص لاخر، بس بيكون في ثوابت محدش يقدر يختلف عليها، هي الشكل التشريحي للثدي. الثدي بيكون شكله ايه؟ بيكون كونيكال شيب او مخروطي الشكل، دايما الجزء العلوي بيكون اقل امتلاء او حجما عن الجزء السفلي. في منطقه النيبل اريولا كومبلكس، دي منطقه مهمه جدا، بتكون هنقول المستوى الطبيعي بتاعها زي ما موضح في الشكل قدامنا، بتاخد منتصف الذراع، ده الايديال بتاعه، بتكون متجهه للخارج شويه يعني دايركتد لاترالي، ده عشان عايزين بالعربي ماشي المتجهه للخارج شويه لاترالي يعني متجهه علشان وضعيه البيبي في الرضاعه الطبيعيه، ربنا خلقها كده سبحان الله. حاجه كمان السلوبينج او شكل المنحنى بتاع الثدي مع خط المنتصف، احنا في الميد لاين او خط المنتصف اللي بيقسم الثدي، في حاجه اسمها الميديال كليفج. ميديال كليفج ده المسافة بين الثدي وخط المنتصف بيكونوش لازقين في بعض، بيكون في حوالي سنتي لسنتي ونص، ده الشكل الجمالي المظبوط. لأن في سيدات كتير بتكون فاكرة إنه لما الثديين يكونوا لازقين في بعض ده علامات من جمال، لا ده كلام مش مظبوط خالص. مش شكل وحجم الثدي بس وحده هو اللي كفاية،
لازم يكون في هارموني او تناسق مع محيط الصدر، الجذع، الشكل الوسط، الانحناءات بتاعه الوسط، بروز منطقه المؤخره مع الذراعين، لازم يكون في تناسق مع باقي مناطق الجسم عشان نقدر نقول ان ده شكل ايديال ومثالي للثدي. ده بشكل علمي، الكلام العلمي للثدي. امتى نلجا لتكبيره؟ نلجا لتكبير الثدي ان في مشكله، في صغر في حجم الثدي. طيب ده بنقابله في حالات كتيره قوي بنشوفها عندنا في العياده. لما تيجي انسه عدت سن 18 سنه، الهرمون البروفايل بتاعها سليم تماما، ما فيش اي مشاكل صحيه، بس حجم الثدي صغير جدا بالنسبه لباقي الجسم، او ان يكون ما حصلش اصلا نمو لمنطقه الثدي ويكون فلات او مسطح زي الرجاله. دي بتسبب لها ازمه نفسيه كبيره جدا، خجل وعدم ثقه بالنفس. ساعتها لازم يكون في تدخل ان احنا نعمل تكبير للثدي. حاله ثانيه، سيده تكون متزوجه، كانت حجم الثدي مناسب جدا، بس بعد الحمل والرضاعه حصل ضمور وانكماش في الثدي، بقى فاضي. تقول لي انا صدري بقى فاضي، ده كده يبقى لازم يحصل تدخل، نعمل تكبير للثدي. في حالات احيانا بنشوفها انه بيكون في اسيمتري او عدم تناسق بين حجم الثدي في الناحيتين، حجم صغير ناحيه صغيره وناحيه كبيره، دي ساعات بقى بنلجا ان احنا نعمل تصغير للمنطقه الكبيره الناحيه الكبيره، او ان احنا نعمل تكبير للحجم الصغير. ده بيختلف الاجراء اللي هناخده على حسب لما بنشوف الحاله في الكشف الطبي. ساعتها نلجا للحلول عشان نعمل تكبير للثدي. سؤال، يعني دايما في طرق التعامل مثلا مع تكبير الثدي او في الطرق التجميل، في طريق ما بيودنيش لحاجه، بنقول عليه الطريق الوهمي. تمام. وهم. وفي طريق ممكن يوديني في حفره اقع فيها مشاكل كبيره قوي، نقول عليها طريق مضر. وفي الطريق الحقيقي. وصفي لي بقى الثلاث طرق دول في عالم تجميل الثدي بتاعك. طرق، نبدا بالحاجات الوهميه. الطرق الوهميه للاسف سيدات كتير جدا بتنساق وراء الطرق دي بسبب الدعايه والسوشيال ميديا، زي الكريمات. كريمات غير معلومه المصدر، تقول لها استخدمي الكريم ده فتره معينه، شهر مثلا، هتلاقي حجم الثدي عندك بقى كبير وبقيتي مبسوطه بيه جدا. ده اهبل نصابايا في العالم. لغايه دلوقتي للاسف موجود. يعني دي لغايه دلوقتي. يعني لو جبت ولد في سنه اولى ابتدائي وقلت له الكلمتين دول وصدقهم، لازم اكشف على قواه العقليه. يعني احنا لغايه دلوقتي بنعاني من المشكله دي. كتير جدا بيجوا لنا العياده، يا دكتور انا جربت الكريم الامريكي والخلطه الفلانيه. مفيش كريمات بتكبر. لا طبعا. مفيش. كل ده وهم. هيكبر هيعمل ايه؟ هيكبر ازاي؟ يعني ازاي هيقدر يكبر؟ مفيش ميكانيزم كده في الطب ولا في الخلطات الحياة. من عند العطار مجموعه زيوت علشان تكبر لحجم الثدي، كل ده للاسف نصب واحتيال. في بقى طرق مضرة، دي ممكن تؤدي لكوارث، زي مثلا استخدام الخاطئ للأدوية، استخدام الكورتيزون مثلا علشان تكبر. ده مجرم اللي يدي كورتيزون لوحده، للأسف. ده مجرم بنلاقيه، اللي يديها كورتيزون عشان تتخن أو الثدي يكبر، ده مجرم. ده إجرام طبي بنلاقيه، وبنلاقي الحالة عندها مضاعفات من الكورتيزون، دمرت جسمها، دمرت الوظائف الحيوية للجسم، في مقابل إن هي عاوزة تعمل تجميل لمنطقة. ده بنلاقيه. كان في فترة برضو استخدام الفيلر الدائم في حقن في الثدي، بنحقنه مادة الأكليريك، كانت في فترة وموجودة في بعض الدول لغاية دلوقتي. حقن الفيلر الدائم في الثدي ده بيعمل كوارث. لا لا لا، ده انت بتحكي لي كلام مهم قوي 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 قوي. على فكره الكورتيزون ده دواء محترم جدا اذا استخدم في نطاقه الطبيعي او النطاق الطبي الموصوف له، بيعالج امراض ما يعالجهاش غيره. هو بيبقى الفيرست دراج اوف تشويس، يعني الدواء الاول. لكن اللي اخترع النقطه دي ان هو يعمل تكبير لمنطقه او انه يتخن الجسم، ده يعني ربنا يعافينا. كلميني بقى عن حشوات السيليكون.
هنتكلم عليها ما شاء الله. انت النهارده يعني ايه؟ احنا مجهزين كلنا مشرفانا. قولي لي بقى حشوات السيليكون يعني متى يكون القرار ان احنا نركب الحشو السيليكون؟ زي ما قلت لحضرتك الحالات اللي احنا قلنا عليها على حسب الحاله بنختار الحجم والمقاس المناسب لحشوه السيليكون. بنشوف الحاله في الكشف الطبي في العياده، بناخد مع بعض الهيستوري بسيط، بنحكي مع بعض اشوف هي عاوزه ايه، هي ايه اللي في دماغها بالظبط السيده او البنت، وعلى اساسه بنبدا نقرر احنا هنعمل ايه. زي ما قلنا قبل كده ان الثدي شكله مخروطي، شكل المخروطي ده ليه قاعده او بيز، بنبدا ناخد قياسات معينه علشان نركب الحشوه المظبوطه. البيز بتاع الثدي، قاعده الثدي بنقيسه، وبعد كده بنبدا نقيس البيز بتاع الثدي، وبعدها بنبدا نشوف البيز اللي هو القاعده، قاعده الشكل. احنا الثدي شكله مخروطي، فبنبدا نشوف قطر القاعده دي كام، وعلى اساسه بنحدد قطر حشوه السيليكون يكون كام. لازم يكون اقل شويه من قطر الثدي علشان لما يتحط تحت نسيج الثدي يكون متغطي بالثدي بالكامل، فبيدينا شكل وملمس طبيعي. حاجة تانية المفروض ان احنا بنشوف مرونة وقدرة الجلد على التمدد علشان نختار بروز حشوة السيليكون هيكون قد ايه. يعني مثلا احنا عندنا الحشوة دي بروز بتاعها متوسط، الحشوة دي بروز بتاعها متوسط، والحشوة دي البروز بتاعها عالي. فاحنا بنشوف المرونة بتاعة الجلد بتاع الثدي، على اساسه بنشوف البروجكشن، ده مودريت بروفايل وده هاي بروفايل عالي. الجلد يقدر يتبطط يتمدد قد ايه، جراحيه مهم جدا جدا. وانا بشكرك على انك انت مهتميه بان انت تشرح للناس التفاصيل، لانه في ناس كتير ما تفهمش الكلام ده. ده مهم جدا، لان لو ركبنا المقاس بتاع الحشوة السيليكون اكبر من البيز او القاعده بتاعه الثدي هيحصل ستريتش ماركس، او هيحصل ان الجلد هيتمدد زي ما مكان يكبر فجاه، فده هيدينا شكل فيك مش طبيعي، وفي نفس الوقت هيدي ملمس مش حلو. احنا عاوزين نوصل لملمس وشكل مثالي. بعد ما بنختار المقاس المناسب بتاع الحشوه بنبدا نشوف المقاس يشمل، زي ما انا راجع تاني، يشمل القاعده ويشمل البروجكشن العلو او الارتفاع بتاع الحشوه بالزبط. يكون قد ايه. بعدها بنبدا نشوف احنا ناخد الحجم المناسب بتاعنا ازاي. التمبلت ده في مقاسات مختلفة للحشوات بتاعت السيليكون، بنبدأ نختار على حسب القطر بتاعي المقاس بتاع الحشوة أنا هحتاج سايز أو مقاس قد إيه. السايز دي عشان نبسطه أكتر، إحنا ده 350 سي سي، يعني حوالي زي كان الحاجة الساعة، علشان الحالة تبقى متخيلة هيتحط حجم قد إيه، كثقل حجم قد ايه. وده ده على حسب اتساع القفص الصدري او اتساع الترنك. بعد ما بنقيس محيط الصدر بنقيس القاعده بتاعه كل ناحيه من الثدي علشان نوصل للحجم اللي هنحطه. تمام. بعدها بيكون عندنا في سامبلز في العياده سايزز مختلفه، بقول للحاله هتلبس سوفت برا، ونبدا نكون خلاص قررنا في مقاس او اتنين هما اللي هنركبهم، بنختار مع بعض وبقرر لها ده المقاس المناسب ليكي. تيجي تسألني طب يا دكتور أنا كده المقاس بتاعي هيتغير، هيبقى الكاب سايز بتاعي كام؟ ده سؤال مهم جدا. الكاب سايز ده بيتحدد على حسب محيط الصدر ومحيط الثدي بعد ما بنركب الحشوة. لو الكاب سايز بتاعها A يبقى هنشوف هيزيد هيوصل لسي أو دي على حسب الحجم بتاعنا اللي بنركبه للحالة. في جيل جديد من الحشوات انا بسمع عنه، ده الجيل الجديد من حشوات السيليكون، ده احدث حاجه، ده احدث حاجه، بيكون سموث راوندد اكسترا جيل بالعربي. ما هو سموث 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 ناعم. يعني ناعم. كان زمان في درجه من الـ يعني الـ الرف يعني الرفنس نقول عليه ايه، الخشونه في البيت العربي. احنا الانجليزي علينا عندنا اسهل. الخشونه عرفني اللي هو الجلد نفسه يبقى فيه تجاعيد كده، كنا بنشوفها في الحشوات القديمه. ده حشوه ملسة الجيل الجديد، وفي ده افضل، ده افضل في التعامل مع ده اخف الأنسجة. وزنه اخف
فبالتالي ما بيبقاش بيبقى اقرب في الشكل للطبيعي والملمس، وفي نفس الوقت كمضاعفات هو ثدي حشوات السيليكون امنه، بس ده اقل انه يحصل منه مضاعفات زي الكبسول اللي ممكن تتكون. هنيجي للكبسوله نتكلم عنها. في حاجه تانيه، في رسم عاوزين ننزله. الرسمه التانيه دي الشكل القديم للحشوه، ان هو التوب بتاعها او الدوم بتاعها كان بيبقى نازل او هابط، فمش بيدينا الشكل المظبوط، لكن ده راوندد او الارتفاع والتوب بتاع الحشوه مظبوط، فاي حركه احنا محافظين على الشكل بتاع الحشوه طبيعي يعني. هو دايما المماثله للطبيعيه، ده تطور تكنولوجي مهم جدا جدا. ده احنا بنستخدمه في الموجود معانا في العياده، احسن حاجه في حشوات السيليكون. بس ثلاث اسئله مهمين مرتبطين ببعض: مكان وضع الحشوه فين؟ شكل الجرح هيبقى عامل ازاي؟ هل في الم بعد تركيبها ولا لا؟ طيب احنا هنركب الحشوه فين؟ بنركب الحشوه على حسب احنا النسيج الثدي اللي قدامنا ايه؟ احنا الثدي بيتكون من طبقات. اول حاجه الجلد، بعد كده النسيج الثدي الدهون والغدد اللبنيه، بعد كده طبقه العضلات. انا لو عندي نسيج الثدي كويس زي ما واضح في الرسم، يبقى انا هركب الحشوه تحت نسيج الثدي او فوق العضله مباشره، علشان نسيج الثدي يكون مغطي لي الحشوه فيديني شكل وملمس طبيعي. طب لو انا عندي ثدي فلات خالص مفهوش نسيج، مفهوش غدد لبنيه ودهون كفايه، بنركبه تحت اسفل العضله مباشره علشان يكون متغطي بالعضله، فبالتالي يديني الشكل والملمس الطبيعي. فده بنحدده على حسب الحاله، ايه طبيعه النسيج الثدي عندها. مكان الجرح والفتحات، مكان الجرح والفتحات. احنا عندنا في كذا جرح ممكن نركب بيه حشوه السيليكون، سواء في تانيه الثدي من تحت في الانفرا ماماري فولد، او حول الحلمه، حوالين الحلمه بنفتح فتحه صغيره، او في تكنيك بيكون عند الابط، اجزله تحت الابط نقدر ندخل من خلاله فتحه حشوه السيليكون. الحشوه الجروح بتاعتنا مفيش جروح، احنا بتبقى فتحه صغيره حوالي 4 سنتي، خياطه تجميل، النقاهه بتاعتها الجرح اسبوعين بالظبط يكون كله راجع طبيعي ومفيش اي شكل او سكار بيبان للجرح، مع كريمات يكون خلاص يبان ياخد لون جلد مباشره. الثدي رائع جدا في الهيلينج بتاع الجروح او الالتئام بتاع الجروح، ما بيبقاش فيه جرح باين او ملحوظ، خلاص بياخد لون الجلد ومستوى الجلد ما بيكونش فيه اي جروح باينه خالص. الاسره هتسالك الرضاعه الطبيعيه بالنسبه للبنت. طيب الرضاعه الطبيعيه، احنا زي ما قلنا لما نيجي نركب الحشوه، الرضاعه الطبيعيه المسؤول عنها في الثدي ايه؟ الغدد اللبنيه. احنا بنعيد تماما عن الغدد اللبنيه. لو السيدة كانت بترضع قبل ما تركب حشوة السيليكون، هترضع بعد ما ركبت حشوة السيليكون، فالرضاعة الطبيعية مش بتتأثر خالص بحشوة السيليكون، سواء ركبناها تحت نسيج الثدي أو تحت العضلة، الرضاعة الطبيعية مفيش ليها أي علاقة بتجبير الثدي بالسيليكون. لو نظرنا بقى إلى البديل الآخر اللي برضو موجود على الساحة، اللي هو حقن الدهون لتصليح عيوب الثدي، متى نلجأ لحقن الدهون؟ إيه التقنية دي؟ حقن الدهون الذاتية ده بيكون من ضمن عملية نحت الجسم المتكامل. يعني أنا ما ينفعش حالة تيجي عاوزة تكبر بس الثدي تقول يا دكتور خدي لي بس شوية دهون على قد المنطقة الثدي اللي أنا عاوزة أكبر، لا، إحنا بنوصل لشكل جمالي متناسق للجسم كله مع عملية نحت الجسم المتكامل. نعمل شفط دهون عن طريق فتحات صغيرة نص سنتي للمناطق اللي فيها تراكم دهون مستعصية، لازم يكون عندنا فيه كمية دهون كفاية، سواء بقى بطن الوسط أيا كان المناطق اللي احنا حابين ان احنا نشفط منها دهون علشان نوصل لشكل جمالي. وبتكنيك معين، تقنية الألترا لايبو، دي تقنية أوتوميتد، الجار اللي بنشفط فيه الدهون مباشرة بنقدر نحقنه، مفيش حاجة إيد بتلمسه، مش بيتعرض للهواء، كأنه لف في الجسم نفسه. هي يعني حلقة مقفولة، أو يعني إحنا منك ليكي مباشرة، نون تاتش تكنيك، يعني ما فيش إيد بتلمسه، مش بيتعرض للهواء، بيدينا فرصة إن إحنا نحقن كميات كبيرة في دقايق معدودة، فبيقلل لنا فرصة يعني الإقامة جوه العمليات أو إن إحنا نقعد جوه العمليات فترة طويلة. خلال ساعة ونص بالكتير قوي
بنكون خلصنا الحالة، بتخرج من المستشفى في نفس اليوم وتقدر تمارس حياتها طبيعي جدا بعد العملية على طول. دي حاجة رائعة جدا، انه في شفط دهون وفي نفس الوقت باخد الدهون من جوه لجوه، من جوه الجسم للجهاز للجسم تاني بدون ما تتحط بره ولا سنجات ولا سرنجات ولا اي ولا اي حاجة خالص. حلو جدا. هل ممكن تعملي الحالة الميكانيزمين مع بعض، تعملي لها حشو ممكن وفي نفس الوقت دهون؟ ده تكنيك جديد دلوقتي، ان احنا نعمل الكومبوزيت بريست اوجمنتيشن، او ان احنا نعمل ميكس بين الطريقتين. نركب حشوه سيليكون ونعمل حقن دهون بطريقه معينه علشان نوصل لمور ناتشرال او شكل طبيعي جدا جدا. ده بنبقى سيليكشن او بنختار الحاله على حسب اللي يناسبها ايه لما بنشوفها في الكشف، مش كل الحالات يناسبها الطريقه دي. انت بيعجبني طمعكم طمع جراحين التجميل لا ينتهي، انتوا عايزين توصلوا للطبيعه المطلقه بيرفكت. يعني البنت تبان طبيعيه جدا، ده شيء رائع جدا، ده اللي بنحاول نوصل له وبنوصل له. طيب في موقف نقدر نقول عليه الموقف بتاعنا احنا، يعني اللي هو ايه، حد هيجي لك قبل مناسبه والوقت ضيق ينفعش يعني انا ورايا ميعاد، يعني في ناس بتتحرك في اخر ربع ساعه، هم بيفتكروا في الاخر الحقيقه، يعني هو بيبقى يعني خلاص حست انه الوقت ازف وانا لازم اتدخل. سواء بقى عروسه بتجهز لفرحها تقول يا دكتور انا فرحي الشهر الجاي وعاوزه اعمل تكبير الثدي، لا احنا في شروط معينه، في توقيت مناسب ان احنا نعمل الاجراء التجميلي علشان تاخدي نتيجه مظبوطه وتكون الامور يعني يبقى في تناسق، يبقى خلاص حصل هيلينج والتئام، تقدري انك تعملي المناسبه بتاعتك او فرحك وانت كل امورك تمام. يعني الافضل لو عروسه بتفكر لفرحها مثلا يبقى قبل الفرح بتاعها بثلاث اربع شهور يكون الثدي رجع لشكله الطبيعي. حشوات السيليكون في الاول بتكون مرتفعه شويه وبعد كده تبدا تاخد الشكل الانسيابي للثدي خلال اول ثلاث شهور من العمليه، يكون الجروح التئمت تماما، الوضع استقر، ساعتها نقدر نعمل المناسبه بتاعتنا. يعني ما انا مش عارف، يعني في ناس تفكر يقول لك ايه، يعني الحاجه بتتعمل في اي حاجه قبل المناسبه او قبل السيتويشن بفتره زمنيه مناسبه، ما ينفعش على طول، يعني قبليها على طول، شيء يعني مش ما يخطرش في بال حد، يعني علشان يبقى كله تمام، ما يبقاش في اي ديفكت، يبقى التئمت الجروح ما فيش اي مشكله حصلت خالص. ايه الحاجه اللي انت نفسك تتغير في عقول الناس حول تكبير الثدي؟ معتقد شايفاه المفروض يتغير اللي هو يعني تكبير الثدي بدون جراحه، ده سؤال لغايه دلوقتي بنتساله، هو في حاجه اسمها تكبير الثدي بدون جراحه؟ ليه احنا الحلول بسيطه وسهله وبتدينا نتائج رائعه ومتاحه للجميع، ليه ما ناخدش الخطوه؟ ليه نستنى لغايه لما الموضوع يسبب لنا ازمه نفسيه واكتئاب علشان نبدا ناخد الخطوه؟ حاجه موجوده متاحه ومنتهى الامان، مفيش اي اعراض جانبيه او اي مشاكل ممكن تسببها الحلول، سواء تكبير ثدي بالسيليكون او حقن الدهون الذاتيه. عمليات دي رقم 2 على مستوى العالم، يبقى ليه نفكر في طرق تانية وحاجات تانية تضيعي بيها وقت ومجهود وفلوس على الفاضي؟ رقم 1 شفط الدهون، صح؟ صح، هو انتوا واخدين 1 و2 مش في عملية التجميل خلي بالكم ان كل ما يقال عن جهاز معين بيجاب من الانترنت يكبر الثدي ده نصب، كريم بيكبر الثدي ده نصب، نصب ونصب، ده بيسموه النصب الاهبل. يعني في نصب على فكره مقنع، انا اقدر أيوة. انا اقدر النصاب الذكي اقدره طبعا، ما بقدروش ولا حاجه يعني، بس يعني اللي هو ايه، بقف كده قدامه اقول له يعني زي في 100 وش كده كانوا بيعملوا حاجات شكلها ذكي، في شغل تعب على الشغل، لكن واحد يقول لك اجيب كريمه اكبر ثدي، يعني ده يعني حتى ما شفناش في يعني اللي بيتنصب عليه في الحكايه دي بجد، الواحد ما بيصعبش عليه، انا ما بيصعبش عليا حد يقول انا جبت كريم ماشي عشان يكبر ثدي البت وما صرفت فلوس فيه ومش عارف ايه، ما بردش عليه، ببص له يعني اللي هو هقول لك ايه، ما مش في الكتب الطبيه ولا تخطر على بال احد، ما فيش رد. حاجه تانية مهمه جدا، ان احنا لازم نتاكد من نوع حشوه السيليكون اللي هيتركب لنا، لازم يكون نوع موثوق فيه، معتمد،
FDA approved علشان نكون متأكدين من النتيجة اللي احنا عاوزين نوصل لها. هنستخدم حاجات اي كلام معمولة تحت السلم هيبقى ليها عواقب تانية. لازم تكون حشوة السيليكون شايفاها قدامك قبل ما تدخلي العمليات تكون سيلد ومقفولة كده، ما ينفعش تكون مفتوحة، ده كده سيلد ومعقمة بالكامل. ارفعي لهم البتاع كده عشان انا اول مرة بصراحة اشوف البوكس ده. ده حشوة السيليكون ده مقفولة بقى، دي مغلفة بقى. علبتين كل علبة ناحية واخدة السيريال نمبر كده سيل، بيبقى مكتوب فيها الحجم اللي احنا هنركبه، البروجيكشن او البروز بتاعها سواء عالي او متوسط، كل حاجة سيريال نمبر بتاعه، لان كل حالة وكل حشوة ليها سيريال نمبر بتاعها. لازم نكون متأكدين من النوع اللي بيتركب علشان ناخد النتيجة التمام. انت نورتيني واسعدتيني بعلمك وباسلوبك الراقي الهادئ الجميل، يعني ولا مش غريب على الأسرة كلها، يعني ما شاء الله المركز كله ما شاء الله، يعني ابهرني بصراحة، وشغلكم متكامل وحاجة عظيمة جدا، احييكم بجد 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 مش مجاملة، على الرقي والاسلوب والتجهيز ده فعلا. انا مش بنقول كلمتين، لا ده احنا جايين مجهزين كل حاجه ومستخدمين ادواتنا، وجاوبتي كل الاسئله. كل اللي سمع النهارده استمتع بكلامك جدا جدا، لان جاوبتي على كل ما يخطر في دماغ اي حد اللي هو في الجزء اللي هو مسموح ان احنا نشرحه، لان عارف ان علم ما شاء الله اكبر من كده بكتير وتفاصيله كتيره جدا. يعني مثلا لو عايزين بقى نتكلم كبروفيشنال، لا القياسات دي بنقعد بتهيألي نتكلم فيها كتير جدا، والمقاسات، وهنعمل حلقات برضو للبروفيشنال الجونيور عشان يفهموا ان العمليه مش سهله، عمليه صعبه وقياسات كتير. السهل الممتنع. ضيفتي العزيزه الاسم المتميز في هذا المجال دكتوره ابتهال شوقي زهران، اخصائي جراحات التجميل والليزر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات التجميل، عضو الجمعيه الدوليه لجراحات التجميل، الاسم المتميز للغايه، كانت ضيفتي في واحده من ارقى حلقاتنا واكثرهم طبعا احتياجا عند الجمهور العربي، والثقافة فيها مهم جدا جدا، حتى نتجنب النصب والنصابين، حتى نتجنب الأوهام، حتى نتجنب ان الدكتورة بتهل أكدت عليه ليه نوصل بالبنت لمرحلة انها تفقد الثقة في نفسها. وياما شفت حالات بنات وشابات فاقدين الثقة في نفسهم، عندهم أزمة نفسية كبيرة فوق ما انتم متخيلين، اكتئاب. انا لا انسى بنت مرة قالت لي جملة مخيفة جدا جدا، كانت بتشتكي من موضوع سادي، فقالت جملة انا حاسة ان انا مش انثى، هي قالت كده، وقالت انها احساسها انها لا تصلح ان تكون زوجة. مظبوط، تنعزل تماما عن العالم. بنت زي الفل وبنت جميلة وبنت محترمة جدا جدا والى اخره، بس الجملة وبكت. انا ساعتها قلبي اتقطع جدا، عشان تقدروا شكوى عالم جراحة التجميل. نورت الدكتور. شكرا لحضرتك دكتور أيمن، أنا بصيت البرنامج. شكرا خالص، سعيد جدا جدا. خليكم دايما مع الدكتور.